أجل مقاربة متكاملة لمكافحة الإرهاب، كان هو محور الاجتماع اليوم بمجلس الأمن بحضور الوزير المتدفي الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، لتأكيد الالتزام الكبير للمغرب من أجل تعاون استراتيجي أفضل لمكافحة الإرهاب. ويبقى تبقى الأمم المتحدة هو الإطار الصحيح والوحيد لمعالجة هذه القضايا. المغرب دافع اليوم في المجلس الأمن على المقاربة الشمولية، نعم للجوانب الأمنية لمكافحة الإرهاب، وكذلك لابد من مبادرة اقتصادية ومقاربة من أجل تشجيع الجانب الإنساني في مواجهة تحديات الإرهاب. موقف المغرب بشأن الإرهاب الدولي أي كانت مصادره وأشكاله يلقى إشادة كبيرة من قبل المجتمع الدولي. كما قال الوزير العمراني وهو على صواب، فإن الأزمة في مالي تجد جذورها في الإرهاب، وبالتالي فإن هذا الحوار على أعلى مستوى بمجلس الأمن كان هاما جدا. وأعتقد أيضا أن تضامن أعضاء مجلس الأمن والأفارقة والأوروبيين دليل على وجود إجماع واسع لمكافحة الإرهاب. Tous les membres des Nations Unies sont unanimes qu'on ne peut pas laisser faire. مصادقة المغرب على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتأييده التام لجميع قرارات مجلس الأمن الرامية للتصدي لهذه الآفة الدولية. سبقته خطط استباقية محاربة التطرف والفقر من خلال تنمية بشرية حقيقية.